واللي حضراتكم شايفينه ده حفل تدشين النجمة العاشرة للنادي الأهلي. ده مش حفل من الحفلات الأسطورية ولا لا، ده اللي حضراتكم شايفينه ده داخل ملعب مختار التتش، داخل هو ملعب أسطوري كبير وهي مدرجات أسطورية كبيرة. والحقيقة ضيوف الحفل كانوا زي ما حضراتكم شايفين دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجموعة ولفيف من، أنا مش عايز بس أقول الأسماء عشان ما انساش حد، ولكن كل اللي موجودين الحقيقة كانوا منبهرين بما فعلوا النادي الأهلي، أو بما فعلته إدارة النادي الأهلي في كيفية التنظيم. مهندس هاني أبو ريدة طبعا عضو الاتحاد الدولي اللي كان متواجد وألقى كلمة في هذه الحفلة التاريخية لتدشين النجمة العاشرة، نائبا عن أو طبعا رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. فالحقيقة حفلة رائعة بكل المقاييس، الكل كان متواجد، الكل كان ملتزم زي ما حضراتكم شايفين، اتبسطنا فرحنا، كانت حاجات رائعة وكواليس كثيرة جدا جدا داخل الحفل. الحقيقة كلها كواليس محترمة، كل لاعبو النادي الأهلي. أنا قدامي الحقيقة كان هو ده الحفلة، أو هو ده التكريم الرائع للأسطورتين الكبيرتين الحقيقة داخل النادي الأهلي، سواء الأستاذ محرم الراغب أو المهندس عدلي القيعي. والنهاردة هنحكي لحضراتكم معاهم حكايات كثيرة جدا جدا لتاريخ النادي الأهلي. مش هحكي عن المهندس عدلي القيعي هو جاب صفقة مين وعمل إيه والكلام ده كله، هنقول هذا الكلام، ولكن هحكي على المهندس عدلي القيعي كيف دخل النادي الأهلي، وكيف كان مديرا تنفيذيا، وكيف كان عضوا لمجلس إدارة النادي الأهلي، وكيف كان سكرتيرا عاما لكثير من الألعاب اللي موجودة داخل النادي الأهلي. هتكلم معاه في كل التفاصيل اللي حضراتكم ما تعرفوهاش عن المهندس عدلي القيعي، والتي يجب أن يعرفها كل الجيل اللي طالع وما يعرفش أن المهندس عدلي القيعي ده قيمة كبيرة جدا 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 في كل شيء. برضو نفس الكلام عن الأستاذ محرم الراغب. الأستاذ محرم الراغب مثال للرياضي أو السباح الكبير جدا جدا، اللي بعد ما بطل سباحة، وكان بالمناسبة واحد من أهم سباحي مصر وسباح الوطن العربي، واحد من أهم السباحين في الوطن العربي، بعد ما بطل واتجه للإدارة لا حدث ولا حرج. برضو عشان حضراتكم تعرفوا كيف يدار النادي الأهلي من 1907 لغاية دلوقتي. هيكلمونا على ما سبق وعلى المستقبل القادم، هيكلمونا عن كل شيء داخل النادي الأهلي، وليس فقط كيفية الإدارة وكيفية بالنسبة للأستاذ محرم الراغب، وأيضا ليس فقط بالنسبة للمهندس عدلي القيعي اللي هو الكل حاصر المهندس عدلي القيعي في مهندس الصفقات. ايوه هو بالفعل مهندس الصفقات، ولكنه تاريخ طويل وكبير جدا جدا في عالم الرياضه المصريه الحقيقه والنادي الاهلي. ايضا الاستاذ محرم الراغب تاريخ كبير جدا جدا في عالم السباحه، وايضا في عالم الاداره في النادي الاهلي والاداره المصريه، اللي هيكونوا مش ضيوفي الحقيقه، يعني هم النهارده ضيوفي ولكن هم اصحاب البيت، هم الاساس في بناء هذا البيت الرائع الجميل الكبير النادي الاهلي. ولهم في حجر كده لما تعدي من عليه تعرف ان ده عدلي القيعي، وحجر تاني كده تعدي من عليه تقول ده محرم الراغب. فالحقيقه النهارده حلقه جميله جدا 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 جدا، انا متخيل ان هي حلقه للتاريخ وليست لاي شيء اخر.